سائل يقول: بعض الرقاة في القنوات التلفزيونية حينما يتصل عليه الناس ويشكون له بعض الأمراض، فإن الراقي يجزم بأن هذا السائل فيه سحر أو عين، ويطلب منه أن يقرأ لمدة معينة كشهر أو غير ذلك. سؤاله: هل هذا العمل مشروع، وهل يجوز تحديد هذا الوقت للرقية؟ لا يجوز الاتصال بهم، هؤلاء كذبة وسحرة دجالون، ولا يجوز الاتصال بهم وسؤالهم. ورا ما تسأل أهل العلم يا أخي، تروح تسأل بالقنوات وبالفضائيات وعندك أهل العلم، نسأل أهل العلم. نعم.